بسم الله الرحمن الرحيم. يشرفني النهاردة ان انا ابقى معاكم علشان نشرح محاضرة الجنرال كاردياك اكزامينيشن. البوينت المهمة جدا في الجنرال اكزامينيشن اللي بتمس القلب. انا حسن شحاتة، مدرس معاكم هنا في القسم، وان شاء الله باذن الله هنستفيد كلنا في المحاضرة دي. طيب، لما نيجي نتكلم عن البلس، يهمني ان انت لما تيجي تكشف على اي عيان تشوف البلس بتاعه. لازم تبقى بعد ما تشوف على عيان تكشف البلس بتاعه، تمام، في دماغك كذا نقطه تعمل كومنت عليها. انا قبل ما اقول لك يبقى حضرتك لما تيجي تشوف البلس بتاع العيان لازم تحط في دماغك كذا حاجه. اول حاجه بتشوفها علشان تعرف الدنيا ماشيه ازاي، هل البلس ده ريجولار ولا ايه؟ تمام؟ البلس ده عباره عن ايه؟ البلس ده عباره عن الدم لما يخرج من القلب يطلع على الكاروتيد ارض، بعد كده يتوزع على الجسم كله. الدم اللي رايح ده بيزق الوول بتاعت البلود فيسل، تمام؟ فيخلي فيه ايه؟ لما تحط ايدك على البلود فيسل تلاقي البلود فيسل يتحرك لفوق، خلاص؟ ده بيسموه اسندنج ليم، تمام؟ السندنج ليم او انابروتيك ليم بتاع مين؟ البلس. بعد كده خلاص بيحصل ايه؟ البلاد بريشر هو الهارت بينزل بيبقى دايستوليك، فالمفروض الدم ما ايه؟ ما يطلعش، دم ما يطلعش، يبدا الدم في النزول بيسموه دايكروتيك ايه؟ ليم بتاع البلس. في اللحظه دي الاورطه يقفل، الاورطه ايه؟ الاورطه الفالف يقفل، حلو. فلما الاورطه الفالف يقفل ده يقلل النزول بتاع البلس، فاهم؟ حاجه اسمها دايكروتيك نوتش، اسمها ايه؟ دايكروتيك نوتش، حلو؟ بعد كده البلد بريشر بيبتدي ينزل فبيكمل اللي بيتكلم. خلاص؟ ده دي الويب بتاعت مين؟ البلس. شكل الويب بتاعت البلس دي بتختلف، تمام؟ ادي الشكل ده الكلام اللي احنا كنا بنتكلم عليه، خلاص؟ شكل الويب بتاع البلس بيختلف من بلاد فيسل لبلاد فيسل، يعني لو حطيت ديت على الكاروتيك هيبقى المنظر كل ما تبعد كل ما الدايكروتيك نوتش دي تبعد بعيد. انت بتحس الكلام ده بايدك؟ لا ما بتحسوش، بس انت تبقى عارف شكل الويب، تمام؟ عشان لو عملت مثلا انفيز بلاد بروشر مونيتورنج بتشوف شكل ايه الويب، تمام؟ تمام. لما اجي اشوف بقى البلس بتاع اي عيان يهمني ايه؟ واحد، البلس ده ريجولار ولا ايريجولار؟ ماشي؟ يبقى اول حاجه ايه؟ ريجولار ولا ريجولار او الريزم. رقم اثنين، العيان ده تاكي ولا برادي ولا نورمال؟ تاني حاجه يمين ريت. تالت حاجه خلاص، هل البلس ايكوال في الناحيتين ولا مش ايكوال في الناحيتين؟ ايكواليتي ان بوث سايد. رقم اربعه، تمام، الفوليوم بتاع البلس اكبره ايه؟ افريج ولا هاي ولا لو؟ جميل جميل. رقم خمسه، الكونديشن اوف ذا بيس هو انت حاسس الفيسل زي حبل كده تحت ايدك ولا مش حاسس؟ ماشي؟ رقم 6، البريفر بلسيشن. قيمة البريفر بلسيشن اللي بتصير بيها أي بلسيشن غير اللي موجودة فين؟ في القلب. من أول الكاروتيد، ريديال، فيمورال، بوبليتيال، أنتيرو تيبيال، بوستيرو تيبيال. حلو الكلام؟ طيب، دي تقريبا النقاط اللي حضرتك المفروض تغطيها اي عيان. يعني لو جيت عيان في الامتحان بيقول لك يلا جنرال اكزامينشن، لما تيجي تتكلم عن البلس لازم تتكلم عن النقط دي كلها. طيب ايه اللي يخلي البلس بتاعي ريجولار؟ اريزميا. حلو، زي ايه يعني؟ ايه فيبريليشن. ماشي، ما هو البلس ده ممكن يكون ريجولار وممكن يكون الريجولار، والريجولاريتي دي ممكن تبقى ريجولار الريجولاريتي او الريجولار ريجولاريتي. يعني ايه؟ يعني لو حطيت حضرتك ايدك على البلس تعد 1 2 3 4 زي بعض، حلو، 5 6 7 8 زي بعض، يبقى ده ايه؟ ريجولار. لو حضرتك عديت ولقيت 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 يبقى ده ايه؟ الريجولار، بس ريجولار، يبقى ريجولار ريجولاريتي. ده بيحصل في حاله ايه؟ لو عيان بيجيله زي ما تشوف انتروفيرال كونتراكشن، ضربه كل مدى معين او حاجه زي كده. طب لو حضرتك تعبت 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 يبقى ده ايه؟ الريجولار كله،
ما تقدرش تعد اربع عدات ورا بعض منتظمين، ده بيحصل في حالات مين؟ يبقى دي اول نقطه. تاني حاجه الريت الطبيعي انه يبقى من كام لكام البلس؟ من 60 الى 100. حلو؟ فوق ال 100 باسم تاكي كارديا ممكن يحصل في حالات الساينس تاكي كارديا او الاريزمي سوبرا فنتريكولار تاكي كارديا اترال فلاتر، دي كلها حاجات ريت. او بيبقى اقل من 60 زي الساينس برادي كارديا زي الكومبليت هارت بلوك زي العيانين اللي احنا كنا بنتكلم عنها. طيب نيجي بعد كده للنقطه الثالثه اللي هي ايه؟ الكواليتي انبوستر. لما يجي حد في الامتحان يسال يقول لك العيان ده عنده البلس ايكوال ولا مش ايكوال؟ هقول له ايكوال. قال لك ايكوال از ريجارد ايه؟ الريت ولا الريزم ولا الفوليوم؟ الاجابه الفوليوم. مفيش حاجه اسمها ايه؟ ايكوال في الريت والريزم، هو القلب اللي بيطلع بيطلع على الناحيتين، انما لا الماسوره دي فيها مشكله فبقى الفوليوم في ناحيه اقل من الفوليوم في ناحيه. ايه اللي يخلي فوليوم في ناحيه اقل من فوليوم في الثانيه؟ نعم؟ اللي يخلي فوليوم في ناحيه اقل من الناحيه الثانيه حضرتك اتزنقت في الامتحان واتقفلت. تعمل ايه؟ نظريه الماسوره، ايه اللي يخلي الماسوره مسدوده عن ماسوره ثانيه؟ يا اما الماسوره مسدوده من جوه يا اما الماسوره مضغوط عليها من بره. الماسوره المسدوده من جوه زي ما حضرتك قلت ديسكشن سمبوليست. لا قولوا ده تخصصي. زي ما قلت لحضرتك يا اما الماسوره مسدوده من بره يا اما من جوه. ايه اللي سدها من جوه؟ ديسكشن او امبوليس. اللي سدها من بره تيومر في الايبيكال بيز في الايبكس بتاعت اللم اللي بيسموه فانكوش تيومر، او عيان عنده ايه؟ سيرفايكال ريب. حلو؟ طيب نيجي بعد كده لمين؟ للفوليوم. طيب الفوليوم يا اما افريج يا اما هاي يا اما لو. حلو؟ بتحسها ازاي؟ بتحسها بارتفاع الضرب. الانسان العادي ده اللي هو الافريج لو ده زي مين؟ عيان شوب، عيان هايبوفوليميك، اتفقنا؟ عيان عنده انسداد طلعت الدم من القلب زي الاول في السينوس. طب بتحس هاي فوليوم في مين؟ في عيان عنده هايبر دايناميك سيركيليشن، تمام؟ عيان عنده سيرفس بولس او انيميا، عيان عنده اورت فالف ريجيتيشن. مظبوط؟ مظبوط. نيجي بعد كده للبريفرال بولسيشن. حلو؟ السؤال هل لو جالك في الامتحان وقال لك حس لي بروستاتيك بيتس، حلو، وحسيت بروستاتيك بيتس قلت له انا مش حاسه، هل ده معناه ان العيان عنده مشكله ولا العيان عنده مشكله؟ نعم؟ مش لازم يتحس. ليه بقى مش لازم يتحس؟ نسبتهم كام في المية؟ لا مش هو. لا مش بنتكلم في 5 ل 10% في البروكسالس ديتس والبوستيرو تيبيال ما يبقوش محسوسين. كلام جميل؟ كلام جميل. ومطلوب بقى من حضرتك تمام؟ ان انت تبقى عارف كل بلس بيتحس فين بالسيرفس اناتومي بتاعه. حلو الكلام؟ كلام جميل. طيب نيجي بعد كده للسبيشال كاركتر. ايه السبيشال كاركتر دي؟ يعني هل في سبيشال كاركتر انت حاسسها ولا لا؟ ايه السبيشال كاركتر اللي احنا عارفينه؟ نبدا نقول واحده تمام؟ في حاجه اسمها ووتر هامر بابس. يعني ايه ووتر هامر بابس؟ الووتر هامر هو شاكوش المياه، هو لعبه يعني زمان بيلعبوها، فتلاقي ايه؟ حاجه تعلى لفوق وتقوم نازله مره واحده. ده اللي بيحصل في حالات مين؟ السيفير اورتيك ريجيشن. ماشي؟ فتحس ان البط بيعلى مره واحده كده وينزل مره واحده. ولو حضرتك رفعت ايد العيان تمام لفوق خلاص كده وايدك على الريديال هنا وايدك الثانيه هنا كده هتحس بالبلسيشن في ايدك. في حاجه اسمها بلسس الترنيتس. يعني ايه بلسس الترنيتس؟ يعني حضرتك هتحط ايدك على الارض تلاقي ضربه نورمال فوليوم وضربه ثانيه لو فوليوم. خلاص؟ ضربه نورمال فوليوم وضربه ايه؟ لو فوليوم. ده بيحصل في حالات ايه البلس اوترنامس؟ نعم؟ بريماتور سبيد؟
يحصل لو هو ماشي ضربه ساينس وضربه بريماتيور ماشي، انما لو بريماتيور واحده واللي فين وفين ما يعملش الكلام ده يحصل حالات ايه؟ جلد فانكشن بريكارديا ايه؟ هو بيحصل في حالات الادفانسد هارت فيلير، العضله نفسها ما بتبقاش مستجمعه كواحد، انما الحالات اللي بتقول عليه ده اسمه الكتريكال انترفيرنس اللي هو ايه؟ اللي هو ان لما تعمل اي سي جي للعيان اللي عنده ماس بريكارديا ديفيوجن او بريكارديا كامبونات تمام؟ خلاص تمام، فتلاقي ايه الاي سي جي نورمال، القلب عشان الميه جنبه كتير بيسوينج بيتحرك كده، فتلاقي الاي سي جي شكله ساينس اكسس عادي واكسس ثاني. طيب في حاجه اسمها بلسس بيسبيرينس، يعني ايه بلسس بيسبيرينس؟ يعني البلس نفسه لما تيجي تحسه تحسه اكتر في البريكيا في الكاروتيد، تلاقي الضربه يعني تلاقي الضربه ملهاش طلعه واحده، لما تيجي تطلع تحس انها مقسومه نصين، فاهم يعني؟ تحط ايدك على البلس كده تلاقي البلس بدل ما هي ضربه بتنزل، لا ضربه تحس انها بتعلى مرتين وتنزل. دي بتحصل في حالات ايه؟ تمام؟ بتحصل في حاله ان طلعت الدم من القلب طلعه جامده تعاقب حاجه وبعد كده تكمل تاني وبعد كده تنزل، زي مين؟ مش الاورتيك ستينوزس، الميكس الاورتيك ستينوزس واورتيك ستينوزس و الهوكا اللي هو الهيبرتراتيك الاشتراك الفرد ايه؟ مايوكس. دي البلسس بسرعه. في حاجه اسمها بلسس بربس ايتاردوس، يعني ايه؟ تمام؟ بربس يعني قصير، تردس يعني متاخر، يعني ايه؟ يعني تيجي تحط ايدك على البلس تلاقي البلس كانه ويك، بس الحته العاليه دي بتقعد وقت كده شويه، يعني كانه كده بص هنمثلها بالصوت بيعمل ايه؟ يعني احنا قلنا الووتر هامر بيعمل كده ايه؟ يا علي حلو؟ البلس اكسبيرينس تبقى عامل ازاي؟ يا علي كده حلو؟ طيب البلس بربس ايتارس تبقى عامل ازاي؟ يا علي حلو الكلام كده، فهمت؟ دي بتحصل في حالات مين؟ الاورتيك ستينوز، دم بيلاقي وقت بياخد وقت على ما يطلع بره وبيلاقي مقاومه فما بيديش علو ايه كبير. اخر حاجه في حاجه اسمها بلسس بارادوكس ماشي، دي هنقولها في البلاد بريشر بس نقولها دلوقتي. الطبيعي لما الانسان ياخد نفس ايه اللي يحصل في البلاد بريشر؟ نعم بيقل ولا بيزيد؟ بيزيد البلاد بريشر بيزيد. دكتوراه نعم بيفضل زي ما هو. بص المفروض الانسان لما ياخد نفس الرئه بتاعته بتكبر، لما الرئه بتتسبن تمام، لما الرئه بتاعته بتتسبن تكنولوجيه كميه اكتر من مين؟ من الدم، فالدم اللي راجع من الليفت سايد يحصل له ايه؟ بيقل، فالضغط المفروض يحصل له ايه؟ بيقل، بس المفروض ما يقلش اكتر من كام؟ من 10 ملم متر. لو الضغط قل اكتر من 10 ملم متر يبقى ده معناه ان في حاجه ايه؟ غلط، في حاجه ايه؟ غلط ماشي؟ طيب في حاجه غلط زي ايه بقى مثلا؟ حاجه غلط يعني حاجه منعه، بنقول ايه؟ الرئه، الرئه بتنتفخ فتاكوموديت بلاد حلو وبعد كده تبقى ترجعه. طب ما كمان يبقى معنى كده لو الضغط قل اكتر من كده يبقى معنى كده ان الدم اللي راح للرئه كمان قل، يعني في مشكله غالبا في مين؟ في الرايت سايد. واللي يعمل مشاكل في الرايت سايد في القصه دي مهمه جدا، يبقى عنده ماسك كارديال اكلوجن وكابس على مين؟ على القلب، فالدم مش راضي ايه؟ يرجع كويس تمام؟ لو عيان عنده كونستريكتيف بريكارديتس او رايت سايد فيلير او عنده بلموناري ديزيز حلو؟ فمأثر على الرايت سايد فمش مخلي الدم يزيد على اللم وبالتالي البلاد بريشر ينقص اكتر من كده ماشي؟ ماشي.
طبعا تمام. هو دي سلايد محطوطه عشان تقول لك ان في لاج ما بين الكارديو سايكل ضربه القلب وان انت تحس البلس. ضربه 30 مللي سكند ما بين ضربه القلب والاحساس، الراديال 80 مللي سكند، الفيمور 60 والبريكيال، ودي الوفيت اللي احنا شرحناه. ودي رسمه بتبين لك الحاجات اللي احنا قلناها، النورمال بلس بشكله عامل ازاي، البارفاس ايتاردس اللي هو سمول اند ويك بلس، لارج باوندنج بلس، الاكسبيرينس بلس، البلس اوترمنت. ماشي، ده بيكلمك عن كل حاجه من اللي احنا قلناها. قلنا البلس اكسبيرينس عباره عن دبل سيستوليك بيك بيحصل في حالات السينوس والجرج والهوكم والاورتيك ريجرج. تمام، ده البلس اوترمنت. تمام، بيحصل ضربه قويه وضربه عاديه وضربه ضعيفه. ده البلس بارادوكس اللي احنا قلناه، اللي هو كلمه بارادوكس يعني عكسي، والكلام ده مش مظبوط. از ان اكساجيريتد فينومينا، يعني ايه؟ يعني الانسان اللي ضغطه المفروض يقل 10 يقل اكتر من 10. ودي بتحصل في حالات الكاردياك تامبونات، كونستريكتيف بريكاردايتس، ايروي اوبستراكشن، سوبيرو فيناكابا اوبستراكشن. في حاجه اسمها بالسس ديفيسيت. يعني ايه بالسس ديفيسيت؟ ان حضرتك تحس بالس اقل من اللي موجود في الاي سي جي. حلو الكلام؟ او بالس على القلب اكتر من البريف، بتحصل في حالات مين؟ اتريال فايبريشن. طيب يبقى احنا كده خلصنا البالس. حد ليه اي سؤال في موضوع البالس؟ ها؟ هنتكلم دلوقتي عن مين؟ على البلاد بريشر. طيب البلاد بريشر هو عباره عن ايه؟ عباره ان حضرتك بتقيس الفورس اللي ابلايد على الوول بتاعت البلاد بريشر اثناء السيستول واثناء الدياستول. طيب المهم في الكلام ده عباره عن ايه؟ ده جهاز ضغط ودي سماعه بتقيس بيهم الضغط. طبعا ده كلام حديث عليكم يعني، مش هتعرف. اهم حاجه بقى تقيس الضغط ازاي. انا كنت وانا بشرح لسنه خمسه بقول لهم كلمتين، بقيس الضغط مرتين من الدراعين تمام بفاصل دقيقتين. الله اكبر، ايه الكلام الحلو. بقيس الضغط ايه مرتين من الدراعين وفاصل بين كل مره ايه دقيقتين. ماشي يا صلاح؟ ماشي خلاص. يعني حضرتك المفروض تقيس اول حاجه في حاجات معينه لازم تعملها عشان تقيس الضغط صح وتقيم المريض فعلا عنده ضغط ولا ما عندوش ضغط. يعني مثلا الدكتور اسمه ايه؟ محمد. محمد مثلا يكون لسه شارب كوبايه قهوه خلاص، ولسه متخانق مع الراجل بتاع القهوه عشان ما ادولوش الباقي وضربه ومزعق له، واقوم انا جايبه اقيسه الضغط. ده كلام مظبوط؟ مش مظبوط. المفروض يبقى ريست كده وهادي كده لمده على الاقل نص ساعه عشان تقيس له الضغط ويطلع القياس مظبوط. ولما تيجي تقيس له الضغط تقيس له الضغط مرتين مش مره واحده. لو لقيت القراءتين زي بعض يبقى الضغط ده القياس مظبوط. لقيتهم مختلفين عن بعض خلاص تاخد واحده ثالثه وترمي اللي مش متفقه مع الاثنين التانيين. ولازم اول ما تشوف المريض تقيس له الضغط مرتين من اليمين والشمال عشان تشوف في فرق بين الدراعات ولا مفيش فرق بين الدراعات. حلو الكلام. ولما تيجي تقيس الضغط المرتين لازم يبقى في فاصل بينهم وقت من دقيقتين لثلاث دقائق خلاص. والمفروض كمان ان انت تقيس الضغط في حركتين، وهو قاعد وهو واقف. حلو، وتقيسه بين طرفين في ايده وفي رجله. كلام مظبوط. يعني المفروض اول مره تشوف عيان تنفذ معاه الخطه اللي هي بتاعت 2 4 اللي هي اقيس الضغط مرتين بفاصل دقيقتين من الدراعين من طرفين وفي نسبتين وهو قاعد وهو واقف على رجلين الاثنين. الله اكبر. خلاص عرفت كده الكلام ده مش هتنساه، ده كلام مهم. طب يا دكتور حسن انت بتعمل كده في عيادتك؟ انا بعمل كده في عيادتي الى حد كبير. انا بقيس الضغط غالبا اول ما اشوف العيان بقيسه فعلا مرتين بفاصل فعلا دقيقتين. تمام، بقيس الضغط وبعد كده بسكت
تمام؟ واتكلم معاه شويه كده، وبعد كده اقيس الضغط. وبالمناسبه وانت تقيس الضغط العيان ما تخلوش يتكلم ولا انت تكلمه، اتفقنا؟ وتقيس الضغط مره ثانيه، وبقيسه من الدراعين، وانا ببقى شايف البريفرال بلسيشن. فلو لقيت الدنيا كويسه ما بقيس منين؟ من الرجل. عشان تقيس الضغط صح قلنا في ريكوايرمنت. اول حاجه زي ما قلت لك ان العيان يبقى مريح لمده نص ساعه. النقطه الثانيه ان العيان ما يكونش يعني لسه واقف وشارب حاجات على طول. الحاجه الثالثه تقيس زي ما قلنا تستخدم الكف المناسبه للعيان. يعني ايه كف المناسبه للعيان؟ يعني لو عيان تخين ما ينفعش تستخدمه كف صغير، ولو عيان قصير ما تستخدموش كف كبير. المفروض المقاس بتاع الكف طولها تمام؟ يبقى 80% من الارم سيرفايس، وعرضها يبقى 40% من الارم سيرفايس. حلو الكلام؟ انا مش هشوفكم في المحاضره بس انتوا عارف خلاص؟ ده تعرفه ازاي ولا بتعمله ازاي؟ في كلاسيك. يعني ايه كلاسيك؟ يعني في كف بتاعت الناس كلها حلو؟ وفي كف بتاعت الناس التخينه. اي مكان محترم يبقى المفروض فيه الكفات دي. وفي كف بتاعت مين؟ الصغيرين. فانت المفروض لقيت واحد تخين تاخد له كف كبير. لان دوت بيعمل لو خدت كف صغيره على التخينه بيعمل اوفر استيميشن لمين؟ للبلد بريشر. اخر حاجه ما قلناهاش في قياس الضغط ان انا بقيسه بايه؟ بتكنيكين. حلو؟ يبقى عشان نجمع كلام البلد بريشر بقيسه بتكنيكين مرتين بفاصل دقيقتين من دراعين بين طرفين خلاص في مناسبتين خلاص واقف ونايم ويا سامع كل النايمين مش خلاص. طيب ايه بقى التكنيكين اللي بقيس بيهم؟ الطريقه الاولى اسمها بالباتري ميثود. يعني ايه بالباتري ميثود؟ يعني حضرتك بتحط الكف، وبالمناسبه بحط الكف فين؟ فوق الكمبيوتر قصه بحوالي صباعين ونص او 5 سم خلاص، واحط ايدي على رجلي البلس وابدا ارفع مين؟ الكف. يعلى الرقم لحد لما البلس يختفي، يبقى ده اسمه ايه؟ سيستوليك بلاد بريشر. الطريقه الثانيه اسمها اوسكالتاتوري ميثود. يعني ايه اوسكالتاتوري ميثود؟ يعني بستخدم مين؟ السماع. بحط السماع على البريكال ارتري اللي مكانه فين البريكال ارتري تتسال في الامتحان وانت بتقيس الضغط. تحط البلس على السماعة على البريكال ارتري مكانه فين؟ مكانه فين؟ ميديان ايه؟ البريكيال. الله اكبر. البايسبس. ماشي. يبقى ميديان التندون بتاع البايسبس مصر. خلاص؟ ماشي؟ طيب. وبنعلى وبعد كده ابدا انزل. اول صوت بسمعه هو ده السيستوليك بلاد بريشر. الصوت دي اسمها ايه؟ الاصوات اللي بسمعها دي اسمها ايه؟ كورتيكوف ساوند. اسمها ايه؟ كورتيكوف ساوند. ايه كورتيكوف ساوند دي؟ نسبه للعالم اللي اكتشف الكلام ده اسمه كورتيكوف. الاصوات دي بتبدا تختلف. اول صوت تسمعه ده اسمه ايه؟ الفيرست كورتيكوف ساوند. يبدا الصوت يتغير من سنابنج لسنيزنج لتخبيط لرز، ما يهمناش الكلام ده، بس يهمني ان الصوت في الاخر بيبدا يقل. بعد كده ايه؟ اخر صوت بسمعه اللي بيختفي عنده ده بسميه الفيكس كورتيكوف ايه؟ ساوند. اول صوت بسمعه اسمه سيستوليك، اخر صوت بسمعه اسمه ايه؟ دايستوليك. الله ينور عليك. ماشي؟ طيب افرض سيادتك وانت بتنزل وبتسمع تمام لقيت الكورتيكوف ساوند مسموع حتى الرقم صفر، ده بيحصل في مين؟ هايبر دايناميك سيركوليشن بريجننت شيلدرن. تمام؟ ساعتها حضرتك بتقول لحضرتك انا سمعت السيستوليك عند ال 120 تمام، وسمعت الفورس ساوند عند 40 والفيفث ساوند عند 0. فاهم قصدي؟ يبقى بتريكورد ان في ايه؟ ان في ساوند واصل ل 0 والصوت اللي كان قبله مختلف شويه عند 40، يبقى الضغط ده 120 عدد. ماشي؟ ماشي. طب انا ليه بوجع دماغك وبخليك تعمل حاجه اسمها بالباتوري ميثود؟ ايه؟ ده كلام واحد حافظ. في حاجه اسمها سايلنت كير. ايه السايلنت كير؟ حضرتك واحد عنده الفيرست كورتيكوف ساوند مسموع عند ال 160، يبقى السيستوليك كام؟ 160. بعد
بعد كده اعتبر ان مفيش سكند اورثوذكس وبدا السير ده على طول. فلو حضرتك بتسمع الضغط لقيت الضغط عند 160 بالسماعه تمام، نعتبر ان مفيش سير اورثوذكس. فانت سمعت الساوند عند 160 الفيرست، نزلت الصوت مسموع لحد 100 هوب اختفى، هتقول الضغط ده كام؟ 160 على 100. طبيعي لو انت كملت شويه السمع هترجع الفرش والفرش تسمعهم فيطلع الضغط 160 على 70 مثلا. انما لو حضرتك حاطط ايدك على البلس ونفخت عمر البلس ما هيختفي قبل السيستول، فهتعرف ان السيستول مين؟ ال 160 ماشي؟ فهتعرف ان ده الفيرست وهتخليك مكمل لحد لما تسمع ايه؟ يبقى تقفول شلل جامد اللي بتبقى موجوده عند الناس الدايبيتك موجوده جامد عند الناس الدايبيتك. يبقى احنا كده ايه؟ اتكلمنا عن التكنيك. وبايلاترال ايه اللي يعمل لك ان ايكوال بلاد بريشر؟ هي الحاجات اللي هتعمل لك ان ايكوال ايه؟ طيب السؤال الثاني، هل الضغط اليمين زي الضغط الشمال؟ انت بتقيس ليه ناحيتين عشان اشوف بايلاترال زي بعض ولا في فرق بينهم؟ الطبيعي ايه؟ مسموح اب تو 15 ملم مثري فرق بين الدراعين وما بتختلفش. يعني في واحد بيقول لك لو العين ايده اليمين هي الدوميننت يعني اشتغل بايده اليمين هتلاقي الضغط اعلى في اليمين، مش شرط الكلام، مش شرط الكلام ده. وخد بالك ان في نسبه 10% من الناس عندهم ان ايكوال باس اكتر من الايه؟ من 15 من 10 ل 15 ملم مثري اللي احنا بنتكلم عنه. طيب هل في فرق بين الضغط في الرجل والضغط في الايد؟ فرق في القياس ان حضرتك لازم تقيس بكف ايه؟ كبيره وتحط الكف تربطها على غالبا هنا كده وبتقيسها عند المبلتين. حلو؟ طيب المفروض يبقى في فرق بين البلاد بريشر فوق وتحت لا يزيد عن 20 ملي متر ايه؟ متر. طب هل لو زاد عن كده ليها معنى؟ ايه هو؟ الكلام خاطئ بنسبة 150% هسقطه حالا. ازاي الضغط تحت اعلى من فوق؟ كواركتيشن يعني وانت موافق على كواركتيشن. انا عايزك تصدمه على طول. كواركتيشن دي يعني ايه كواركتيشن؟ يعني الاورطه وهو نازل اتسد ده يبقى الضغط فوق اعلى من ايه؟ من تحت. طبيعي ان تحت اعلى من فوق. ايه اللي يخلي تحت اعلى من فوق اكثر من 20؟ It is a sign اسمها هيد ساين. الله اكبر. شوف فرق من البترونرز كده تمام؟ هيد ساين دي بتحصل في ايه؟ ومصيبة ثانية. شوف بقى الفرق من البترونرز ده بيحصل في العين عنده سيفير او في ريجريشن فاهم؟ بس اسمها ايه؟ هيد ساين. طيب اخر نقطة اللي هي بقيسه ايه؟ لا ده انا كنت بقول كلام في الهواء، ده انا عمال اقول شعر يا جماعة. انا بقيس الضغط ايه؟ مرتين. ليه بقيسه مرتين؟ كل كلمة قلناها ليها فايدة، عشان لو الضغط متأثر بأي ظروف أشيل الظروف وبقيسه من دراعين عشان أشوف في فرق تمام؟ وبقيسه من طرفين الإيد والرجل وبقيسه في مناسبتين وهو قاعد وهو واقف. ليه بقى؟ هو الإنسان الطبيعي لما يقف ضغطه يعلى ولا يوطى؟ يوطى. يوطى قد إيه؟ ايه؟ هيقطع كده هيعمل تاني. هيقطع عشان انا يقطع ولا يعلى؟ هو هيقطع بس هيقطع لو عادي مش اكبر من 10 بس. بتضرب يا صلاح اي كلام. انت حافظ 10 و20 وما بتقولش اكتر من كده. المفروض الطبيعي ان الانسان لما يكون قاعد ويقوم يقف قدامه ثلاث دقائق، الثلاث دقائق دي ممكن ضغطه السيستوليك يقطع 15 والدايستوليك يقطع كام؟ 10. حلو الكلام؟ لو وطي اكتر من كده يبقى العيان عنده حاجه اسمها اورثوستاتيك هايبوتنشن. حلو الكلام؟ بعد خلال ثلاث دقائق يا يوطى الرقم ده يا ما يوطهوش يا يبدا يعلى ايه؟ شويه. ماشي يا محمد؟ اشكرك بالشده على اهتمامك وانتباهك. دكتور حسن دكتور ابو شرف دكتور اورثوستاتيك هايبوتنشن ده في خلال الثلاث دقائق ولا لو كمل بعدهم؟ لا يعني في خلال الثلاث دقائق لو الضغط وطي اكتر من الرقم اللي احنا بنقوله. يعني حضرتك قاعد ضغطك 220 على 80 قمت وقفت استلمت الضغط مثلا بعد 30 ثانيه لقيته 120 على 80 بعد ثلاث دقائق
120 على 80 يبقى انت ما عندكش ايه؟ حاجه. انت ضغطك 140 على 80 قمت في خلال الثلاث دقائق لقيت ضغطك بقى 125 على 75 يبقى انت ما عندكش حاجه. طب حضرتك قمت في خلال الثلاث دقائق الى ما بعدهم ضغطك بقى ايه؟ 100 على 50 يبقى انت عندك اورثوستاتيك هايبرتنشن. ماشي؟ ماشي. مين؟ الناس اللي حصلت على صوتك جدا. الناس اللي حضرتك قلت عندهم ممكن ان الام ايكوال باك بريشر ريدنج ممكن تبقى اكتر من 15 ولا ايه ده؟ اه بس انا هحتاج ان انا انفستيجيت الاول. مش مشكله، بس انت اي عيان زي ما احنا اتفقنا انت بتعرف في منه سيمبل في منه ساين، لقيت في فرق في البلاد بريشر في الناحيتين بتدور على اسباب ما لقيتش اسباب انت زي ما اتفقنا. السؤال بقى التاني، هل يا ترى الضغط اللي حضرتك بتقيسه هذا هل ده الضغط الحقيقي الضغط الحقيقي للبني ادم؟ يعني الضغط اللي حضرتك بتقيسه ايه ده؟ تمام، ده بيبقى فعلا الضغط الحقيقي للبني ادم. يعني هل الجهاز اللي بيقيس الضغط ده بيقيسه فعلا مظبوط زي ما هو موجود ولا بيبقى فيه متغيرات؟ قال قال ان الضغط اللي احنا بنقيسه ده حضرتك تمام ده اوفر استيميت شويه السيستوليك باندر استيميت مين الدايستوليك، وهو مساوي تقريبا لضغط الانسان بالنهار. يعني الانسان بيبقى ليه ضغطين، ضغط بالنهار وضغط بالليل، ده فاريشن عادي عند الانسان السليم. تمام، في كلمه كده هنعرفها اسمها نوكتورنال. يعني ايه نوكتورنال؟ يعني بالليل. ديبنج اوف بلاد بريشر، يعني ايه نوكتورنال ديبنج اوف بلاد بريشر؟ يعني بلاد بريشر بالليل بيحصل له ديبنج بيوطى. تمام، ممكن ينزل بنسبه حوالي 10% في السيستوليك والدايستوليك. حلو ماشي. يعني مثلا لو العيان ضغطه الصبح 140 على 80 تلاقي ضغطه بالليل مثلا الانسان الطبيعي شيل 14 فوق و10 تحت، فاهم قصدي؟ دي ال 10% اللي هي ايه؟ اسمها ديبنج. لوسوف نوكتورنال ديبنج ده يعني لو ما حصلش اعرف ان العيان ده داخل في طريق مين؟ الهايبرتنشن. حلو الكلام؟ هل الكلام ده نقدر نعمله مع جهاز الضغط العادي؟ في معنى جمع. اختبار. خلاص؟ وبالتالي بما ان البلاد بريشر اللي احنا بنقيسه الجهاز مش هو هو اللي احنا بندوسه، وفي نفس الوقت ما تقدرش تقيس بالليل وبالنهار، في مشكله ثالثه. ايه المشكله الثالثه؟ ان في عيان يروح للدكتور يقيس الضغط تلاقيه 160 على 80 تقول له انت محتاج ضغط، يقول لك يا دكتور ده انا لسه قايسه في البيت 120 على 80 او الجهاز اللي عندك في البيت بايظ. طبعا ممكن ترد عليك تقول ايه؟ طبعا ده بايظ، وحد بيعرف يقيس الضغط؟ انت قايسه في الصيدليه، ده الصيدليه ما بيعرفش يقيس، ده احسن جهاز في الدنيا اللي عندي. حلو الكلام؟ وهو فعلا الضغط عنده 120 على 80 يجي يشوف حضرتك تمام؟ يحس بالكيبه ضغطك دي يعلى. ده بيسموه وايت كوت سندروم، وايت كوت سندروم. تمام؟ خلاص؟ طيب في عيان ثالث البلاد بريشر بتاعه برضه الله، مره تقيسه تلاقيه 150 على 90، مره تقيسه تلاقيه 140 على 80، فاهم قصدي؟ مره هو يقيسه يطلع 150 على 80، تمام؟ ده اسمه برضه الله. في عيان ثالث رابع يجي لك يبقى ضغطه 120 على 80. يروح البيت يجيب له صداع يقيس الضغط يلاقيه 150 على 90، هل الجهاز بايظ؟ لا، ده اسمه ماسك هايبرتنشن، يعني مش باين، ما تعرفش عنه حاجه. ماشي؟
وفي عيان خامس عنده ماسكت هايبر تنشن اللي هو عنده بريفر باسكولار ديزيز نتيجه اسود ضغط ما يبانش ما تلاقيش ضغط عادي وهو ضغط عادي. الناس دي ما لقيناهمش حل ان احنا نعمل لهم حاجه اسمها ايه؟ امبلاتوري بلاد بريشر مودل. يعني ايه؟ ان هو ياخد معاه جهاز في البيت جهاز صغير كده زي جهاز الضغط كده وتركب القفص بتاعه وكل ربع ساعه الى نص ساعه يتنفخ يقيس الضغط يقيس ايه؟ الضغط تمام؟ لمده 24 ساعه فيوريك الدي تايم والنوكتورنال تايم والوقت اللي بيجي لك فيه عياده تمام؟ واخد بالك يا صلاح؟ والوقت اللي بيبقى قاعد فيه في البيت ومع الاكسرسايز فاهم قصدي؟ خلاص؟ يبقى دي الادفانتج بتاعت مين؟ الامبولاتوري بلاد بريشر مونترنج. يبقى البلاد بريشر مونترنج بعمله لمين؟ العيان اللي هو عنده بوردر لاين هايبرتنشن او وايت بول سندروم او ريزيستنت ستريت هايبرتنشن او نوكتورنال هايبرتنشن او ريزيستنت هايبرتنشن. مميزاته ايه؟ ان هو ترو. يعني ايه ترو؟ يعني فعلا القياس بتاعه الافرج بتاعه بيبقى فعلا ده بتاع العيان وبيوريك الدي تايم والنور تايم والمورنينج تايم والديبنج والفاريابيلتي ما بين النهار والليل. ولو انت بتدي له دواء الصبح تمام والدواء ده شغال 12 ساعه تعرف الدواء ده بيشتغل لحد الساعه كام بالظبط وبعد كده الاخر العيان يبدا ايه يعني. يعني انا مثلا مدي العيان دايركت الصبح عريض خلاص يا وليد يا حبيبي حد ليه اي سؤال في البلاد بريشر؟ ننتقل الى الموضوع الاكثر تشويقا واثاره ومتعه وهو موضوع النيك بينز. النيك بينز التي تشكل لنا جميعا ايه؟ الكثير من المشكلات تمام؟ وهو موضوع غايه في العمليه وغايه في النظريه وغايه في الام سي كيو هي. حلو؟ يعني حضرتك هتتسال عليه عملي ونظري وام سي كيو تتشحلع فيه. حلو الكلام؟ كلام جميل. يبقى لازم نفهمه كويس قوي. اول حاجه انا ببص على رقبه عيان لقيت العيان تمام؟ رقبته بتلعب. رقبته ايه؟ بتلعب. فيها ايه؟ بلسيشن. حلو الكلام؟ طيب السؤال الاولاني البلسيشن دي ارتريال ولا فينس؟ يبقى لازم اول حاجه اعرف الارتريال دي فينس ولا ارتريال. الارتريال تلاقيها بلبو تحط ايدك عليها تلاقي ايدك بتتحرك معاها. الفينس صعب قوي انها تكون بلبو ماشي. ادي اول نقطه. النقطه الثانيه ان لو حضرتك دوست على البلسيشن تحتيها شويه الفينس تختفي الارتيريا ما ايه ما تختفيش. حلو الكلام. ثلاثه خلاص البلسيشن بتاعت الفين بتبقى ويفي تحس كانها حاجه بتعمل زي ويبس. حلو؟ انما البرسيشن بتاعت الارتري بتبقى ابرق ضربه وتنزل ضربه وتنزل ماشي؟ اخر حاجه لو خليت العيان يقعد او يقف او يروح في اي اتجاه او ياخد نفس جامد او يطلع النفس الارتريال زي ما هي الفينس الصغير. متفقين؟ دكور؟ دكور؟ احنا مستخدمين في البدايه في البحر ماشي؟ طيب السؤال التاني لما انا اجي ببص على النيك بلسيشن ويجي الدكتور فلان الفلاني في الامتحان يقول لك انت بتبص على الاكسترنال جابرور ولا الانترنال جابرور؟ والسؤال اللي قبل فيه انت ليه بتشوف الفينس بلسيشن يعني؟ جاوبني يا محمد. علي صوت. احنا اخوات بنبص على الانترنال كلنا واقفين جنبك. قول. احنا بنشوف البلسيشن الانترنال جابرور. ليه بتبص على الفينس بلسيشن اساسا؟ عشان هو بيدي اكسبشن وبالتالي ببص على الفينس روتيشن وبناء عليها بيتر وانا اللي جبت ده كله لنفسي انا ببص على الاكسترنال ولا الانترنال؟ الانترنال. وليه ما ببصش على الاكسترنال؟ الاكسترنال ده اللي هو الوريد اللي في ايه؟
كبير كده في الرقبه وباين. ليه ما بصش على الاكسترنال ويبقى مليان كده لو كونجستد ومختفي لو العيان ده؟ ليش معنى الانترنال ما بصش على الاكسترنال؟ عشان هو انا سالتك يا محمد انت اسمك ايه؟ محمد. انا سالتك سكت. ممكن يبقى حاجات تانية. يعني كلامك الى حد ما صحيح بس ايه حاجات تانية؟ جاوب يا محمد. الانترنال بيجي بقى في كونتينيوتي في الاناتومي بتاعه مع الرايت اتريا فبيديني اقدر يديني اكتر استيميشن للبريشر اكتر مع بس تاني حاجه الار لا طبعا والله دي ميزه بتاعت الانترنت. طب ايه بتاع الاستيرم؟ طبعا الاناتو بتاعه بيبقى ليه تفرعات بيرجع لا الاجابه الصحيحه في هذا المجال ولا درسها بيتر ورسب محمد تمام ان الاكسترنال جاجولار عيبه ان في من جوه فالف في من جوه ايه فالفات فالفالفات دي تبقى عائق امام الاستيميشن بتاع البريشر اللي جوه مين. حلو الكلام. يبقى انت بصيت على العيان وصلت لقناعه ان انت بتبص على فينس ايه؟ بلسيشن. لما انا اشوف الفينس بلسيشن انا عايز اشوف حاجتي الحاجه الاولانيه زي ما الدكتور محمد قال واسهب واطلب تمام؟ ان منه انا ممكن اعرف البريشر جوه الرايت اتريوم او اعلى من الرايت اتريوم بكام. حلو الكلام؟ النقطه الثانيه من الويفز بتاعه الفينس بلسيشن اقدر اخد فكره عن امراض داخل القلب. ماشي ايه الكلام ده؟ نبتدي بالاستيميشن اوف ايه؟ اوف بريشر. لو قلت لحضرتك ان الانجل اوف فيوس تمام عندها تمام يعني نسبه للرايت اتريوم في بينهم مسافه حوالي تقريبا 5 سم. تقريبا كام سنتي؟ 5 سنتي. يبقى لو البريشر وصل لحد الانجل فلوس تمام؟ يبقى معنى كده ان البريشر كام دلوقتي؟ في الحته دي 5 سنتي ووتر ووتر بريشر فوق اللي موجود فين؟ رايت. حلو الكلام؟ فلو انا منيم العيان 45 درجه 45 ايه؟ درجه وجيت اشوف الايه؟ البالس لو جيت اشوف الفينس بريشر لو منين معاك 45 درجه بشوف الويفز عند المكان وباخد منها خط كده موازي ليها عمودي على الانجل فلوس واقارن المسافه ما بين الخط بتاعي والانجل فلوس كام سنتي واحطهم على 5 سنتي يبقى ده البريشر اللي فوق ايه؟ الراديت. تاني يعني حضرتك انا نيمت العيان ايه؟ كده 45 درجه تقريبا. حلو؟ الطبيعي طبيعي ان انا ما اشوفش بلسيشن فين؟ فوق الكلابيكل فوق مستوى الكلابيكل بحوالي 2 سم ده الطبيعي عشان يبقى السي بي بي كام لو هو لو فرضنا ان انا فوق مستوى الكلابيكل ب 2 سم مثلا او حاجه 3 سم ولا حاجه فوق الانجيو فلوس يعني تقريبا البريشر جوه الايه 6 فوق السي بي بي 6 سم متر ووتر بالمناسبه المليمتر مثلا يساوي كام سنتيمتر ووتر؟ الله اكبر عليك الله انت اسمك ايه؟ ايه؟ لقد تألق احمد، ايه مش واحد بقى 12؟ 1.37 من متر. ماشي؟ خلاص؟ عشان تقيس بالمليمتر بيركريز، تمام؟ انما لو لقيت العيان مثلا مثلا وهو نايم 45 انا شايف في حاجه بتلعب هنا. خلاص؟ يبقى دي فينس بوكسيشن. خدت خط كده بورقه او بمسطره وقمت قايس فوق الانجل فلوس، لقيت المسافه دي 6 7 سم. تمام؟ على 4 سم بس دي كام؟ 11. طيب في عيان بيبقى السي في بتاعه عالي برغم ان هو 45 ما تبقاش شايف بالزيشن. ليه؟ لان هو كونجستد في الانترنال جبر مقفول لحد فوق. يعني في فلازم ده تقعده 90 درجه عشان الدم ينزل لتحت عشان تشوف البالزيشن. حلو؟ وفي عيان بيبقى سنه ديهايدريت سن ايه؟ ديهايدريت فعشان تشوف الفينس بالزيشن تنزله 30 فما ايه؟ فما اقل. يبقى كده كلنا عرفنا ازاي تقيس البريشر فينس بريشر. نيجي بقى للنقطه اللي هي كويسه قوي اللي كلكم مستنيينها اللي هي ايه؟ الويفز بتاعت النيك فينس.
هي برينتس هي ريفليكشن للي بيحصل جوه مين؟ الاتريك. هتلاقي في ويبس بتشوفها في النيتوركس. حلو؟ الويبس دي اسمها ايه؟ A و V ماشي؟ ويبس و C صغيرة و C A صغيرة وفي اتنين او تلاتة ديسنت. يعني ايه ديسنت؟ يعني لو شفت الفينس بتشرب بيعلى فوق كده هترجع تاني خلاص؟ اسمهم ايه؟ X و X داش و Y. X و X داش و ايه؟ Y. سمعت الكلام ده قبل كده؟ شفتني انا بقولك الجديد؟ ماشي ناخدهم بقى واحدة واحدة. تعالى نحكي رحلة حياة الإثريوم والترايكاسبيد فالف والفنتريكل. نبتدي من أول ما الإثريوم يعمل كونتراكشن. الأول الكاردياك سايكل بتمشي إزاي؟ أنا عندي إثريوم، الإثريوم دوت خلاص بيزق الدم بإثريوم كونتراكشن جامد. يزقه ناحية مين؟ الفنتريكل. فلما يزق الدم ناحية الفنتريكل خلاص يبدأ الترايكاسبيد فالف ماله؟ يقفل مظبوط. حلو. بعد كده الفنتركل يضرب. فلما الفنتركل يضرب يزق سنة تراكاز بالفالف فوق والدم خارج من البلمونري. كلام جميل. بعد كده في هذه الاثناء الاثريوم عمال يملى دم جديد علشان خاطر ايه؟ يستعد ان هو يفضي تاني. والفنتركل عمال يضغط تراكاز بالفالف ماله يفتح. الدم عمال ينزل من الاتريوم يروح الفنتركل والباسيف فيلنج وبعد كده الاتريوم يعمل ايه؟ كونتراكشن. كده الكلام واضح؟ يبقى دي كارديو سايكل. ماشي؟ طيب في رسم القلب الاتريوم كونتراكشن بيحصل امتى؟ جاست بعد البيويف خلاص؟ اتفقنا؟ والفنتركل كونتراكشن بيحصل امتى؟ بعد الكيو ار اس كومبلكس. متفقين؟ طيب اخر نقطة بالسماعة. بالسماعة انا بسمع 2 ساوند اللي هم S1 و S2. S1 بتحصل مع مع كلوجر ايلي فالف. يعني اثناء مين؟ السيستول. حلو. وال S2 بتحصل مع بداية الدايستول. جميل. طيب تعال بقى نتكلم واحدة واحدة. لو الاتريوم حصل له كونتراكشن بص الدم هيزق الدم لتحت والمين والفوق صح ولا غلط؟ فيعمل لي ويف اسمها اي ويف نسبه الى اتريال ايه؟ كونتراكشن. كلام جميل. طيب يبدا الدم يبقى دي كده ويف لفوق بقى الاتريال بقى ايه؟ بدا يفضى مظبوط. فالبريشر هيحصل له ايه؟ هيبدا يقل. ده يعمل لي حاجه اسمها ايه؟ اكس للسن. اكس اكس للسن. يبقى ده الاتريال كونتراكشن اللي هو الاتريال سيستول هيعمل لي ايه ويف. يبدا الاتريال يعمل دايستول والبلاد بريشر اللي جواه يقل ها فيعمل لي حاجه اسمها اكس ديسنت اللي هو يبدا ايه ينزل. حلو. يجي الدم بقى جوه الفنتركل كتير حصل له خرج مع الكونتراكشن بتاع الفنتركل فالايدي فالف هيتزق سنه ناحيه مين؟ التراكاز بالفالف يعمل لي ويف صغيره كده اسمها سي ويف. اسمها ايه؟ سي ويف. بعد كده الفنتركل يبدا يفضى فالفالف ده ينزل لتحت ينزل لتحت تمام يكمل الاكس ديسنت اللي بنسميها اكس داش. يبقى الاكس ديسنت دي ممكن تقسمها لاكس واكس داش بينهم سي. اتفقنا معايا؟ معايا؟ خلاص؟ خلاص. بعد كده خلاص يجي الاتريوم يملى دم بالفينس ريتيرن. يملى دم بمين؟ بالفينس ريتيرن. فيعمل لي بريشر جامد اسمه ايه؟ في ويف. في ويف نسبه الى ايه؟ فينس ريتيرن. ماشي؟ بعد كده الايفي فالف مفتوحه فالدم هيعدي من الباسيف فيلنج باذن من الفنتركل فيعمل لي حاجه اسمها وايد السن. تاني؟ نقول تاني. الاذن هو دم. جميل؟ بدا يعمل كونتراكشن. هيعمل لي حاجه اسمها ايه؟ اي ويف. الدم بدا يخرج منه وبدا يفضى وبدا يعمل ريلاكسيشن يبدا يعمل لي حاجه اسمها اكس ديسنت. تراكاسبيد فالف مقفول يتزق لفوق سنه اثناء الفنتريكولار سيستول فيعمل لي حاجه اسمها سي ويف. بعد كده يبدا يريح تاني فيكمل لي الاكس ديسنت او اسمها اكس ايه داش. بعد كده
البريشر هو اللي يقدر يعلى نتيجه الفينس ترن فيعمل لي الفي ويت. بعد كده الدم يعدي بالباس فيلينج تمام لجوه الفنتريكل فبيعمل لي حاجه اسمها واي ديسيبت ماشي. وعليه الاي ويف يبقى مكانها ايه بالنسبه للاي سي جي؟ بعد البي ويف. طب الاي ويف يبقى علاقتها ايه بالهارت ساوند؟ تمثل الاس 4 وهي على طول قبل مين؟ الاس 1. جميل؟ جميل. طيب الفي ويف اللي هي الاتريال فيلينج اللي هو الاتريال فيلينج ده بيحصل امتى؟ بيحصل غالبا في الدايستور مظبوط تمام؟ فغالبا بيبقى بعد مين؟ كساوند سكند ساوند ويبقى علاقته بمين؟ الحته بتاعت الفي ويف. جميل؟ جميل. الواي ويف دي بتبقى بتاعت ايه؟ الفيلينج بتاع مين؟ الباس الفيلينج. حلو؟ ده يمثل ايه في الهارت ساوند؟ فاضل مين؟ ماشي؟ ماشي بس دي هم حضرت مين مع دكتور حسن شحاته ولا دكتور مين؟ احمد مصطفى. احمد مصطفى ماشي. انا كنت 5 مجموعات. يعني عندي 4 6 10 12 14. طيب بيجيلك سؤال يرعبك، بيجيلك سؤال يطلع عينك في الامتحان، يقول لك تخيل انت كده داخل بتبص على البيت دينز اللي انت ما تعرفش عنها حاجه، يقول لك قول لي 6 فروقات ما بين الاي ويب والبي ويب. والله العظيم بيتقفل منك. وانت طبعا ايه؟ علشان ما لقيتش حد يحتضنك ويقول لك كل حاجه ولا هتقول اي حاجه. مع ان الكلام سهل قوي، 6 فروقات حضرتك الاي ويب دي ليه بتحصل نتيجه الاكتف اتريال كونتراكشن، انما الاي ويب دي بتحصل نتيجه تمام الفيلنج في بتاع الايثر. دي قبل السيستول ودي في نهايه السيستول. دي الاي ويب عشان ده اتريال كونتراكشن فيجرز بتبقى طويله طول كده لفوق، انما الفنتريك الفي بتبقى الستول. الديوريشن بتاع الاتريال كونتراكشن اقل من الباسيف فيلنج فده بيبقى بريف انما كده تمام. المورفولوجي بتاعها دي فليكرنج انما دي بلانتنج. بالاي سي جي دي مع البي ويب ودي مع التي ويب تمام؟ مع الاكسرسايز تمام؟ لو عايز اعمل اكسرسايز الاتريال ويف بتتحرك، الفنتريكول الفي دي ايه؟ ما بتاثرش جامد تمام؟ زود يا بيه الاي بتبقى ابسنت مع الاتريال فيبريشن دي. ماشي؟ عرفت الفروقات؟ 6 فروقات او اكتر. طيب نيجي بعد كده ابنورماليتي في الويف. طيب نقول الاتريال كونتراكشن لما بيحصل مين بيواجهه؟ بيواجهوا حاجتين، الترايكاسبيد فالف و تمام؟ والكومبلاينس بتاعت الفنتر. يعني لو الفنتر فيه مشكله خلاص او الترايكاسبيد فيه مشكله هتاثر قوي على مين؟ على الايوز بالذات. فتلاقي في الايوز تكبر في حالات لو عيان عنده ترايكاسبيد ستينوزس، لو عيان عنده ار بي اتش، لو عيان عنده اوبستراكتيف لانج ايه؟ ديزيز. فتلاقي الاي ويف ايه؟ كبيرة عن أي حاجة تانية. طيب نيجي حاجة تانية. طيب لو عيان عنده ترايكاسبيد ريجيرجيتيشن، ترايكاسبيد ريجيرجيتيشن حلو؟ إيه اللي يحصل للفي ويف؟ إيه اللي يحصل للفي ويف تاني؟ تكبر. لو عيان عنده تريكاسبيد ريجرش الدم اثناء السيستول بدل ما هيروح البلمونري هيروح ناحيه مين؟ الاتريا. فالاتريا هيبقى بيملى من ايه؟ من ناحيتين. فالفي ويف تلاقيها كبيره 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 تكبر 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 لدرجه انها ممكن تدخل على مين؟ زي المنظر ده. شايف النورمال في ويف؟ الفي ويف هتبقى عامله ازاي؟ تبقى بروميننت في ويف. طيب لو عيان عنده اي اس دي،
ASD هتلاقي شكله ايه؟ هتلاقي الفيور برضو بتاعته بتكبر. ليه؟ لان هو بيملى من ASD left right shunt وبيملى مع الفينوس ارتيريال عادي نفس نظريه تركيز التريجر. طيب لو عيان عنده اترال فايبريليشن هيبقى وجعيته ايه؟ ابسنت اي ويف. مظبوط. طب لو عيان عنده واي كومبلكس تاكي كارديا تمام، وبصيت في رقبته لقيت برومينت اي ويف، يبقى تاكي كارديا دي سوبرا فنتريكولار ولا فنتريكولار؟ ها تبقى فنتريكولار. يعني ايه بقى؟ لو في ديسوشيشن، يعني لو الاتريا شغال لوحده والفنتريكل شغال لوحده، لما يجي الاتريا بيعمل كونتراكشن هيلاقي التراكوز بالفالف ماله مقفول، فهيخلي الاي ويف كبيره. لو عيان عنده كومبليت هارت بلوك فمفيش علاقه ما بين الاتريا والفنتريكل، خلاص برضه الاتريا هيخبط والتراكوز مقفول، فيعمل لك حاجه اسمها كانون اي ويف. ماشي. طيب اخر نقطتين اللي بيخلوني بقى ايه ما بعرفهمش قوي، بيجي لك في الايه الام اس كيو، يقول لحضرتك ستيب واي ديسند وكيرز ان تمام اول ذا فولوينج اكسبت. ماشي. كونستريكتيف بيريكارديتس، ريستريكتيف كارديوميوباثي تمام، كرونيك لونج ديزيز تمام، بريكارديال ماسيف بريكارديال ايه خطأ. طيب علشان حضرتك تفهم، احنا قلنا الاكس ويب والواي ويب، الاكس ويب بتمثل ايه والواي ويب بتمثل ايه؟ الواي ويب بتمثل الدم وهو لازم يقدر بالفنتريكل تمام، بينملى الفنتريكل اللي هو الفنتريكولار فيلينج. لو الفنتريكولار فيلينج وحش، لو الفنتريكولار فيلينج وحش زي حاله البريكارديال افيوجن، زي حاله مين؟ الماسك البريكارديال افيوجن، ضغط على الفنتريكل فالفنتريكل ما بيملاش كويس. الاكس والواي هيحصل لهم ايه؟ هيحصل لهم بلانتنج، هيحصل لهم ايه؟ بلانتي. ما تحسش بيهم قوي، ما بيملاش حلو، فمش هيملى حلو. ماشي. طب لو عيان عنده حاجه عامله ريستريكشن للفنتريكولار فيلينج، يعني ايه ريستريكشن؟ تخلي الفنتريكولار فيلينج يحصل بس زانق عليه اول جزء منه، اول جزء من الفيلينج هيبقى سريع جدا، فتلاقي حاجه اسمها ايه؟ ستيب واي. فهمتها ولا تاني؟ تاني. لو العيان عنده ماسك الكارد انكلوجن الفنتريكل مضغوط عليه وما بيملاش خالص، هتلاقي الاكس والواي مالهم بلانتد مش باينه، فاهم قصدي؟ تلاقي الاي كانها لحمه في الايه؟ في الفي. انما لو العيان عنده حاجه عامله ريستريكشن للفيلينج زي ريستريكت كارديومورسي او ريستريكت بريكارديتس او الاير ويز، الحاجات دي كلها هتلاقي الفيلينج اللي بيحصل تمام؟ بيحصل حلو قوي في الاول بسرعه بسرعه بسرعه، وبعد كده ما بيعرفش يمشي. تلاقي الواي بدل ما الواي عامله كده تلاقيها عامله كده. ماشي. زي المنظر ده، بص شايف المنظر ده، بص الطبيعي بتاع الواي تبقى عامله ازاي، عامله كده او عامله كده، تلاقيها نازله كده ايه زي العمود. ماشي. انا كده خلصت، واتمنى ان انتوا تكونوا انبسطتوا معايا وتكونوا استفدتوا حاجه.